بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ عبد الحميد الحمدي ومن ولاية يعني مهد الثقافية من الاتحاد العالمي قوي جدا في عيد المسلمين ومراعاة كل صغيرة وكبيرة حتى هذا مين بدوره نضغط به، خاصة أن هناك أمال كبيرة تنتظر، فما عليه بكل قوة أن يوحد، يحاول أن يوحد الأرض بها، يوحد كذلك ليكون له دور في توحيد الدول العربية لإنقاذ البلد هي فيه، سواء كان من الحروب المجاعات التي ضربت كل دول سواء كانت الآسيوية حتى العربية والإسلامية، لذلك فهو مدعو بقوة أن يؤدي دوره، خاصة نحن كأعضاء في الاتحاد العربي المسلمين سنقوم بدور لمعارضة وحتى الثمار المرجو و الكامله في وفي علمائنا وفي زعمائنا حقيقه المثال الاسلامي الحقيقي لكل علماء ولكل الدول الاسلاميه العربيه. هناك كثير من الامور بدقه متناهيه كذلك، ولا بد كذلك ان يكون للفتوى الاسلاميه دورها فقه فقه الواقع، لابد ان يكون كثيرا بقوه حتى يتمكن في كل من وادوا دور قادرون على ذلك. قولي الله لي ولكم انه الغفور الرحيم.